مساء الخير. نبدأ جولتنا على أسواق اليوم من لبنان، حيث قال رئيس إدارة البترول اللبنانية نقلاً عن كبار المسؤولين أنه رح يتم منح عقود لاستكشاف النفط والغاز للشركات المقدمة عروض قبل نهاية العام الحالي. شدد خلال المؤتمر يلي نظمته فرونت كوميونيكيشن لمناقشة المواضيع المتعلقة بصناعة النفط والغاز على أهمية هالقطاع، كونه لبناني بيتمتع بميزة كبيرة بمجال التنقيب عن النفط والغاز مقارنة مع الدول الإقليمية المحيطة. من التنقيب عن الغاز والنفط ننتقل للصناعات اللبنانية، حيث عم يسعى رئيس الحكومة اللبنانية لحماية الصناعة اللبنانية ومكافحة الإغراء يلي عم تتعرض له الصناعة بالسوق المحلي اللبناني من خلال فرض رسوم جديدة على بعض المواد المستوردة. وخلال تسلم جمعية الصناعيين اللبنانيين شهادة الأيزو، قال وزير الصناعة أنه لبنان رح يبقى يستورد إنما بنسبة أقل، وبالمقابل رح يتم رفع صادرات لبنان من 2.2 مليار دولار إلى 4.4 مليار دولار. ومننهي من المؤسسة العامة للإسكان، حيث لفت المدير العام إلى أنه تم تخفيض فايدة الإسكان إلى 3.28%. هالفايدة تعد منخفضة جدا بالسوق وبتشمل جميع القروض الجديدة. أوضح أيضا بحديث تلفزيوني أنه دور المؤسسة العامة للإسكان هو حماية المواطن، خصوصا أصحاب المهن الحرة يلي من حقهم الاستفادة من قروض المؤسسة. هيدا كان كل شيء لليوم، أنا بشوفكم بكرة.